اهلا بيكم. الفيديو بتاع النهارده انا هكلمكم فيه عن شيكات التحفيز، يا ترى هتتاخر ولا هتطلع بدري؟ ولكن انا عامله فيديو تاني منفصل عن اعانه البطاله، لان الموضوع ده فيه تفاصيل كتير وجات لي اسئله كتير، فانا احب اجاوب عليها كلها في فيديو لوحده منفصل. الفيديو ده انا هكلمكم فيه عن شيكات التحفيز وبقيه البنود اللي خاصه بخطه تحفيز الاقتصاد اللي مقدمها الجمهوريين. معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات. قبل ما ابدا احب اكلم الناس اللي ما وصلهاش شيكات التحفيز الاولانيه الدفعه الاولى. لغايه دلوقتي في ملايين غيركم برضو ما وصلهمش الشيكات، والمفروض الاي ار اس بيشتغل على الكلام ده، ولكن انصحكم انكم تنزلوا البيمنت بورتال، وده على الاي ار اس الويب سايت بتاعه، عندهم ابلكيشن ممكن تنزلها عندك على التليفون وتقدر تبص عليها على الابديتس او تشوف الشيكات بتاعتك اخبارها ايه. المفروض ان الاي ار اس قال ان الشيكات بتطلع كل يوم 4 من الاسبوع، وطبعا في خلال الاسبوع بتتبعت الشيكات دي للناس على حسب بقى البريد ما بيلحق يوصل لهم الكلام، او ممكن ان انت توصل لهم عن طريق التليفون. ولكن انا ما اعتقدش ان الموظف اللي على التليفون هيديك معلومات زياده عن المعلومات اللي هتكون موجوده على البيمنت بورتال، فعشان كده نزله عندك وتشيك على التليفون وان شاء الله يوصلك الشيكات بتاعتك في اقرب وقت ممكن. نرجع بقى للدفعه الثانيه من شيكات التحفيز، ايه اللي حصل فيها؟ المفروض ان يوم الخميس اللي فات كان طلع لنا ستيفن مانوشن اللي هو وزير الخزانه بتاع ترامب، وقال ان الدفعه الثانيه هتبقى بالظبط زي الدفعه الاولانيه، الشروط بتاعتها هي هي. يعني المفروض ان الشخص الادلت هياخد 1200 دولار، والاطفال اقل من 16 سنه هياخدوا 500 دولار، والحد الاعلى للدخل الفرد 75000، والحد الاعلى للكابل او المتزوجين 150000 دولار. الكلام ده كان اتقال يوم الخميس الصبح، وطلع ميتش ماكونيل اللي هو رئيس الاغلبيه في مجلس الشيوخ وقال ان احنا يوم الجمعه تاني يوم على طول هنطلع لكم تفصيل بالبيان بتاع شيكات التحفيز، وده الوقت اللي انا طلعت لكم فيه الفيديو بتاع يوم الخميس. ولكن يوم الخميس اخر النهار بعد الغداء بتاعهم اجتمع اعضاء الحزب الجمهوري علشان يتكلموا في تفاصيل خطه تحفيز الاقتصاد اللي مقدمينها بواحد تريليون دولار، ولكن حصلت حاجه فضيحه الحقيقه. اتخنقوا مع بعض وحصل خلافات ضخمة، مش عارفين يتفقوا على حجم الخطة ولا هتغطي ايه البنود بتاعتها ولا التفاصيل بتاعتها، وساعات وساعات من الديس اراي، عارفين الكلمة دي اللي معناها فوضى عارمة، لدرجة ان البيت الابيض تدخل وترامب بعت لهم مارك ميدوز اللي هو كبير موظفي البيت الابيض علشان يحاول ينقذ ما يمكن انقاذه، قعد معاهم ساعات طويلة عشان يحاول ينقذ الخطة اللي كانت خلاص على وشك الانهيار. فجي يوم الجمعة بقى وسألوا ايه يا جماعة الاخبار، فستيفن مانوشن راح قال يا جماعة ان شاء الله يوم الاثنين هم هيجتمعوا ويطلعوا لكم البيان الرسمي بالكلام. طب الناس بقى بتسألهم، طب انتوا كنتوا فين بقالكوا شهرين؟ ما الديمقراطيين قدموا لكم خطة ومضوها واتمررت من مجلس النواب في آخر مارس اللي فات، وطلعوا لكم خطة ب3 تريليون وانتم ما وافقتوش عنها، طب ما قدمتوش ليه خطة بديلة؟ ما انتم كان قدامكم شهرين تتكلموا فيهم ولغاية النهاردة لسه مش متفقين، طب انتوا كنتوا بتعملوا ايه الفترة اللي فاتت؟ بتلعبوا مثلا؟ فالناس مستاءة منهم جدا وتحت انتقاد رهيب. يقوم ميتش ماكونيل اللي هو رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ يطلع يوم السبت ويقول لهم والله المباحثات بتاعة الشيكات دي ممكن تتأخر لأسابيع، اللي هو نعم حضرتك بتقول ايه؟ أسابيع؟ انت بتهرج ولا بتلعبوا بينا ولا قصدكوا ايه بالظبط؟ فالناس بدأت تنتقدوا أكتر وبدأوا يقولوا ان الراجل ده ميتش ماكونيل غير كفء، يعني هو الراجل ده أهم شخص موجود في اليومين دول، هو المفروض المنسق اللي بينسق مع الحزب الجمهوري ويقعد يتكلم معهم ويتأكد ان أعضاء الحزب متفقين، هو اللي بينسق مع البيت الأبيض قبل ما يطلع الخطة بتاعته، وهو كمان اللي بيعمل المفاوضات مع الديمقراطيين، فأنت مش عارف تعمل حاجة من التلاتة دي، طب يعني إيه الموضوع؟ ومش بس كده، ده طلع كمان وقال لهم إن الويك أند ده أنا هاخده أوف، واخد أجازة وكل مجلس الشيوخ هياخده أجازة. فالناس اتجننت، يعني انت جاي من اجازه بقالك 17 يوم وبعدين في اجازه تانية قريبه جايه 32 يوم، ما تقعدوا بقى تشتغلوا، ما الويك اند ده يعني انتوا عندكم مشاكل، اقعد اشتغل. خصوصا ان نانسي بولوسي اللي هي المتحدثه الرسمي باسم مجلس النواب قالت ان الاجازه الكبيره اللي جايه اللي هي 32 يوم احنا على استعداد ان احنا ناجلها عشان نوصل لحلول، لكن ميتش ماكونيل والحزب الجمهوري ما كبوش سبت الاجازه دي ولغايه دلوقتي كل حاجه ماشيه، فهم دلوقتي قاعدين بيتشمسوا على البحر
والناس كلها عماله تضرب اخماس في اسداس، وكل واحد بقى يطلع ويحلل ويقول ايه اللي بيحصل وهم بيتفسحوا. شيء فعلا مستفز للغايه. في حاجه تانية كمان زودت الخلاف بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وهي يطلعوا القانون ازاي. الحزب الجمهوري عمال يقول يا جماعه احنا ممكن نطلع قوانين صغيره، يعني مثلا شيكات التحفيز اتفقنا عليها نطلع بها قانون، البي بي بي او القرض القابل للغفران بتاع الشركات الصغيره نطلعه، التسهيلات الضرائبيه للشركات الصغيره نطلعها، يعني عايز يقسم البيل بتاعته لبيلز صغيره وتطلع بيها. ولكن الديمقراطيين ونانسي بولوسي على راسهم بتقول لا احنا هنطلع قانون واحد في كل البنود. ليه؟ لان هي شايفه ان دي ورقه الضغط اللي في ايديها، هي عايزه تخليهم يعملوا حاجات تانية على البنود، فشايفه ان هي لو تسهلت لو طلعوا القوانين المهمه اللي الناس كلها قاعده منتظراها هيجوا على الحاجات التانية اللي هم الديمقراطيين مقدمينها والريببليكنز مش هيتعاونوا معاهم فيها. فورقه الضغط بتاعتهم هي ايه؟ هي انهم يطلعوا كل حاجه مع بعضها، يعني اتفاق مشروط لو عملتوا دي هنعمل ده، هو ده اللي هم عايزين يعملوه. فمثلا الخطه بتاعه الديمقراطيين تشمل كذا حاجه، مش بس شيكات التحفيز ومش بس اعانه البطاله، تشمل كمان ايفيكشن بروتكشن بلان اللي هي حمايه المستاجرين انهم يطردوا. في ناس كتير ما بقتش قادره انها تدفع الايجار بتاعها، وبالتالي المفروض ان هم يطردوا بره بيوتهم، لكن طلع قانون الفتره اللي فاتت يمنع اي صاحب عقار ان هو يطرد المستاجر بتاعه اللي مش قادر يدفع الايجار. المفروض ان هو هينتهي امتى؟ المفروض ان هو خلاص انتهى يوم الجمعه اللي فات اللي هو 23 يوليو. ده معناه ان في مئات الالاف بل ملايين الامريكان هيبقوا هوملس وهيطردوا بره بيوتهم الاسبوع اللي جاي ده. فالديمقراطيين عايزين يحلوا المشكله دي، عايزين كمان يعملوا بروتكشن او حمايه للطلبه اللي هيرجعوا المدارس في الاسابيع القليله اللي جايه. كمان الديمقراطيين عايزين يدوا اعانه كبيره ماليه للولايات والحكومات المحليه. ليه؟ لان الولايات المفروض انها هتطلع الرنتال اسيستنس بروجرامز، هي برامج المساعده في دفع الايجار، وهتعمل بروتكشن للهوم اونرز اللي هم اصحاب البيوت اللي مش قادرين يدفعوا الاقساط. المفروض البنوك تستولى على البيوت بتاعتهم، ولكن الولايات بتقدم برامج عشان تحمي اصحاب البيوت ان هم ما يخسروش البيوت بتاعتهم في الظروف اللي احنا فيها. كل الخطط دي بتتعمل لما الولايات بتاخد فلوس عشان تعمل الاعانه دي. وطبعا الموضوع الكبير اللي فيه خناقه كبيره بينهم هي الليجال لايبيليتي بروتكشن، وهي المحميه بتاعت المساءله القانونيه. يعني مثلا لو موظف راح الشغل بتاعه وعي بالكوفيد 19، هو الموظف ده ممكن يرفع قضيه على الشركه بتاعته ويقول ان هي السبب انها خلتني اعيا لانها ما عملتش مثلا اجراءات حمايه كفايه. وممكن العكس يحصل، ان الشركه هي اللي تقاضي الموظف وتقول هو اللي جالنا عيان وعدى ناس تانية او يعني حطنا في خطر. المهم ان الليجال لايبيليتي بروتكشن دي بتاعت الكوفيد 19 الديمقراطيين عايزين يدوها للأفراد، ولكن الجمهوريين عايزين يدوها للشركات. الديمقراطيين عايزين يدوها للطلبة، والجمهوريين عايزين يدوها للمؤسسات التعليمية والمدارس. الديمقراطيين عايزين يدوها للمرضى في المستشفيات، والجمهوريين عايزين يدوها للدكاترة والممرضين والمؤسسات الطبية. في اختلاف كبير في الناحية دي. فنانسي بولوسي بتقول لو احنا فوتنا الكلام ده منها شيكات التحفيز وعدناها، الحاجات التانية دي هتقف تماما ومش هيرضوا انهم يتعاونوا معانا. فهي عايزة تحط الضغط على الريببليكنز، على الجمهوريين، ان احنا عايزين نتعاون وانتوا اللي مش عايزين تتعاونوا معانا. فعشان كده ميتش ماكونيل راح مطلع التصريح بتاع يوم السبت الصبح اللي قال فيه ان الموضوع هياخد اسابيع. ليه قال كده؟ لان هو عايز يبين ان احنا والله يا جماعة عايزين نطلع الشيك والديمقراطيين هم اللي مش موافقين. هي كلها لعبة سياسية، كل واحد فيهم بيحاول ياخد political leverage، عايز ياخد يكسب أرض سياسية. احنا دلوقتي في موسم انتخابي وكل واحد فيهم عايز يبين ان اهو احنا قلوبنا على مصلحة الشعب والحزب التاني هو اللي رافض. فالكلام بتاع ان المفاوضات ممكن تاخد اسابيع ده ممكن يقع تحت طائلة اللعبة السياسية، كل واحد بيحاول ياخد أرض ويكسب بونت على حساب الآخر يعني. بس انا عايز اعرف انتوا رأيكم ايه؟ هل فعلا نعمل زي ما الجمهوريين بيقولوا ويطلعوا قوانين صغيرة كل حاجة يتفقوا عليها، كل بند صغير يتفقوا عليه يطلعوا بيه قانونه عشان يمشوا الحال، ولا يعملوا زي الديمقراطيين ما بيقولوا وكل حاجة تبقى مشروطة ببعضها وما يطلعش القانون إلا لما تكون كل البنود استوفت، علشان كل الكلام ده هيساعد الناس في مجالات مختلفة. انتوا رأيكم ايه؟ مع الجمهوريين ولا مع الديمقراطيين؟
انا اتمنى ان الناس السياسيين دول يعرفوا ان في حاجة اهم من اللعبة الانتخابية والسياسية اللي هم بيلعبوها، هي مصلحة الناس. الناس فعلا بتعاني، في ناس هتفقد مأواها وبيوتها في الاسابيع اللي جاية، في ناس هتفقد اشغالها في الاسابيع اللي جاية. فيعني ما اعتقدش ان الناس دي عندها رفاهية انها تقعد تستنى لما كل واحد فيكم يلعب لعبة ويطلع بتصريح ويلعب باعصاب الناس عشان هو يكسب في الانتخابات اللي جاية. عايز اعرف رأيكم في التعليقات علشان رأيكم مهم جدا عندي. كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.